أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما أصدق وأصح كتب التاريخ الإسلامي التي توصون بالاطلاع عليها؟ كتب التاريخ بوجه عام لا يعتمد عليها، ولكن من أحسنها وأقربها ما ألفه الأئمة الموثوقون من أهل السنة، مثل البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، تاريخ الأمم والملوك للإمام أبو جعفر بن جرير. هؤلاء الأئمة كتبوا تواريخ، فالرجوع إليها أحسن من غيرها، وقد تشتمل على بعض الأمور لكن هي أقرب وأحسن من غيرها. نعم.